مسا يا رجالة، وقد حان إطلاق بيتا باتل فيلد 2042. هي مش أحسن حاجة، في لاج جامد، مش عارف ده من الجرافيكس ولا عيب أوبتمايزيشن. في ناس بتشتكي من المشكلة دي، دروب فريم جامد. كنت مشغل اللعب على أعلى حاجة، كانت بتشتغل معايا على 7 فريم و10 فريم، ده غير إن اللعبة فيها جليتشات وبجات كتير هتشوفها في الفيديو. من رأيي أداء البيتا غير مرضي. المشاكل دي خلت الشركة تخرج عن صمتها وتتكلم عن المشاكل المذكورة على لسان آدم فريمان، مدير مجتمعات اللاعبين لدى شركة EA، بيقول لقد احرزنا تقدما مذهلا على مدار الشهرين الماضيين، بما في ذلك التحسنات على المرئيات والاستقرار الذي لم يصل للاوبن بيتا تماما. معناه ايه الكلام ده؟ يعني الاوبن بيتا الحالية شغل من نسخة قديمة والزم، واكيد هيحصل حل لمشاكل كتير عند اطلاق اللعبة بشكل رسمي. في شيء معجبنيش، ان الشركة مش ناوية ترمي الجلدة اللي ورثنها، سايبين مود واحد بس تلعبه، ده مش لمصلحة الشركة ولا اللاعب. المفروض يكون فيه اكتر من مود. مين اللي هيجي يشتري؟ هيشتري بناء على ايه؟ مش الزم اجرب اكتر من حاجة، ادم اجرب اكتر من مود. وللاسف في خبر وحش، تم تهكير نسخه البيتا. من رايي ده شيء ما يعيبش الشركه، معظم الاوبن بيتا للالعاب على منصه البي سي تم تهكيرها. المشكله في منصه البي سي الملعونه، ملهاش كبير. مش هحكم على اللعبه من البيتا مع انها غير مرضيه، واتمنى الشركه تحل ده. متطلبات تشغيل اللعبه تحت في الديسكريبشن. ولو عجبك الفيديو يا ابو الصحاب، اشترك في القناه واضرب اللايك اللذيذ. بينا نشوف الفيديو. اللي يجي هنا اشرحه. ايه من اولها كده جليتشات وبجات؟ طب ايه انت بتلودنج لسه ولا ايه؟ خدني معاك يا ابو الزر، خدني معاك يا ابو الصحاب. اللي يجي هنا اشرحه. لا اشرحه، يخرب بيتك، اخرب بيت امك. ايه طب نجيب عربية ولا نجيب طيارة؟ ازاي انا همشي ده كله؟ الخريطة الكبيرة العجيبة دي يعني هي كلها غابة كده يعني ولا ايه؟ هنروح. طب ايه هو في حاجة بتتعمل؟ بتجيب عربية، بتطلب عربية وبتطلب حاجة يعني. طب ماشي، لو قلنا عربية بقى عربية. اوه ايوه. امال ايه اللي متاح؟ ماشي يا بيه، اوعى تزال على دماغنا يا عم. اركب بقى يلا، متتبطرش بقى يلا، اي حاجة توديكوا خلاص. عالم غريبة. يا لهوي، من عندهم كده ولا ايه؟ طيارة يا لهوي. اوه هربت بعبوبة. مفيش أرباجين نجيب الطيارة دي؟ طيب بالموفمنت عامل كده ليه؟ هو ايه دي يا عم ده؟ ده موفمنت لعبة موبايل ده يعني ولا ايه؟ لا من الاخر، لا مش احسن من مودرن ويرفر على فكرة. لا 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 مش هتعرفوا تجيبوا الليفل بتاع اكتيفيجن.
الواد سيحنا كلنا عوامنا 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 واحد يعوامني احنا ننتحر بقى عشان نخلص من الليلة دي. صباح الفل عمنا. ايه يا ولية انت عايز ايه ده يا جدعان؟ ماشي اللعبة بيتا لسه؟ لا ده قاعدة مستقنيصة في الهواء. عاوز نجيب لكم ايه يعني؟ نجيب لكم قناصة يا عم. استنى يا عم. طب نجيب دبابة. ايه يا عم ده؟ الواد ده نزل. امشي يا عم يلا. كل شوية يعني كل ما موت عدل على السلاح ولا ايه؟ حبايب تراجع تضرب. رب تتفجر تموت. ايكو سيكتور از اندر امريكان كنترول. تعرف انا حكاية كل ما اموت اعدل على السلاح تاني. انا يا رب على القرف ده. اوعى تقول لي ان احنا نطلع ده كله على السلم، واكيد هنا في زيب لاين.
ده على دماغ مين ده؟ على النعمة شكله جاي لنا. يبقى انا شكرا كده. يا عيني يا عيني على البجات والجلتشات يا جدعان. تعال موتني يلا. مش عايز اتحرك ولا عايز. يا كلب لا حول الله يا رب. قنبلة بقى وتخلص انتحار. يا ما تجيش الا انتحار على طول. يا ريتني كنت خبطت نفسي بمفتاح انبوبة وخلصنا. طيب ماشي كويس ان احنا كسبنا والماتش خلص كويس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تعمل اشتراك ولايك. سلام.